اليوم قمنا بافتتاح منصة التنسيقية الأولى للعمل الإغاثي. طبعا هذا أول مشاريع شوكة إغاثة سوريا على أرض الواقع في المنطقة الجنوبية. هدف هذه المنصة هو توحيد العمل الإغاثي والعمل المنظمات جميعها. إحنا هدفنا الوحيد هو أن يكون العمل الجماعي أفضل من العمل الفردي وتبيان نتائج العمل الجماعي من أكثر من ناحية. كثير من المنظمات اليوم شاركت مشكورة وكثير من الفعاليات الرسمية والشعبية كان حضور مميز لمركزي محافظتي درعا والقنيطرة. اليوم كان اليوم يعني رغم كثير من المصاعب ولكن الحمد لله تم انطلاق المنصة وتم الافتتاح الحمد لله. إن شاء الله عملنا الجاد هو ليس عمل مؤتمرات وافتتاحات وإنما عملنا الجاد هو يكون على أرض الواقع. إن شاء الله نستطيع أن نترجم هذا العمل. احنا نتشكرهم على تواجدهم معنا. احنا رايحين نخلي المجال للأستاذ صهيب والأستاذ علاء. إذا الأستاذ صهيب والأستاذ علاء يكونوا معنا من تطوير نتشرف تواجدهم معنا. الله يكرمكم يا رب.